مشاهدينا الكرام في برنامج فنان اليوم. شخصية اليوم ابن مدينة فاس، صوت رائع، محب للفن وبالخصوص اللون الطربي. اليوم غادي نحاول نكتشف أكثر هذا الصوت الرائع. معنا ومعكم عبد الرفيع بن نونة. شرفتينا عبد الرفيع. أولا مساء الخير، وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لقناة فاس نيوز على استضافتي في هذا البرنامج الجديد تقدمه الفنانة نورة الزاهي، وكذلك كنشكر الطاقم التقني على هذا، وكنتمنى لهم التوفيق في هذا البرنامج الجديد ان شاء الله يا رب. شكرا لكل المتتبعين القناة من داخل المغرب وخارجها. اكيد، ويعني هو قناة فاس نيوز يعني معروفة داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى ان شاء الله برنامج ديالنا ينال اعجاب جميع المشاهدين. يا عبد الرفيع بن نونة، بغينا نتعرفوا اكثر على شخصية عبد الرفيع بن نونة ونتعرفوا اكثر عليك. اولا انا عبد الرفيع بن نونة، مواليد مدينة فاس طبعا. نعم، الحاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية، وكذلك منشد ومطرب بالمعهد الموسيقي بمدينة فاس. نعم. البداية الفنية كانت طبعا في منذ سنة 1998. ثم كانت البداية ديالي 19 سنة، واكتشاف كنكتشفني الوالد بلي انني غنيت اغنيتي ابتدائي، ومن تما بدات كتطور الموهبه حتى جا واحد الاستاذ سميتو اللي كان نحيي من هذا المنبر، اللي هو الاستاذ عزدي منتصر. نعم، تحيه ليه. هو انه قال اقترح على الاب ديالي انني نمشي للمعهد الموسيقي. وبديت تماك المعهد الموسيقي بالمراحل ديال السولفيج ديال البدايه ديالها، ومن تماك بدات الموهبه كتثقل، حتى اكتشفني واحد الاستاذ اللي هو كان ايقونه الطرب الموسيقى الاندلسيه بالمغرب، اللي هو الاستاذ شيخي واستاذي العزيز محمد بلول، رئيس جوق عبد الكريم الرئيس، المرحوم عبد الكريم الرئيس للطرب الاندلسي. تمك قال لي انك عندك صوت ممتاز. نعم. انك تحفظ تميل للطرب الاندلسي. ما شاء الله عليك. كاين مشكل؟ اولا بديت كنحفظ المراحل الاولى ديال الطرب الاندلسي، منها الايقاعات، منها الصنايع. من تمك اول مهرجان اللي غنشاركوا فيه هو مهرجان الموسيقى الروحيه، كورال ديال مدينه نعم. فاس، في الكورال ديالو، يعني كورال تابع للمعهد الموسيقي. نعم. مدينه فاس. من تماك بدات انطلاقه. عاوتاني هذه اول مره كنشارك في كمهرجان، وكانت البدايه افتتاح المهرجان الموسيقى الروحيه مع كانت الأميرة لالا سلمى هي اللي كانت في الافتتاح. نعم. إيوا بعدين تماك خدينا تما بدات التجربة الفنية ديالك. ما شاء الله عليك، كنعرف أن عندك صوت رائع ما شاء الله عليك في الطرب الأندلسي وفي الطرب كذلك المغربي، يعني الصوت وكتغني جميع الألوان الموسيقية تبارك الله عليك. كذلك أنك قرأتي قلت لي خمس سنين لا سنة السابعة في العود الشرقي. ما شاء الله شرقي. نعود تبارك شرقي. الله قاري العود وقاري السولفيج. مازال كتكمل قرايتك؟ مازال كنكمل قرايتي بالفعل. ما شاء الله عليك. يعني كنعرفوا ان الحمد لله انت ما كانش عندك مشكل في البدايه، يعني الاب ديالك هو اللي اكتشفك وعرف ان عندك صوت وبغى يدعمك وبغى يشجعك، مع الرغم ان كاين بعض الفنانه يكون عندهم بعض العراقيل مع الاباء ديالهم او مع المجتمع ديالهم المحيط اللي داير بهم، ما تيخليهمش يعني ما كيعطيهمش فرص اللي فذلك كنشجع الاب ديالك على الدعم ديالو ليك والتشجيع ديالو، لانك فريمون صوت تستحق. قبل ما غادي نعرفوا الجديد ديالك ونتعرفوا عليك اكثر واكثر، نبغيوك تسمعنا شي مقطع بصوتك. على راس العين ديرو تعزف ولا غير؟ لا.
الأنفاس يا عروة الشادي ومغنمه فاس يا روعة الشادي ومغنمه لأنت من عرسات الله بستان الكل في أنغام موقعة كأنما ابناها عيدان وأوزان لا أوزع قلبي بين داء وداء الكل في فاس الكل في فاس الكل في فاس لما في الحق نكرا عليك سيد رفيق بنونة. انا يعني انا كنعرفك شخصيا انك صوت رائع ويعني صوت يشرف مدينه فاس كيشرف بزاف مدينه فاس اللي بغينا نوصلوا يعني كنعرفوا على ان مؤخرا ولا في مدينه فاس معروفه يعني بهذا الشيء اللي ولا وقع بالاجرام بهذا بغينا نقربوا الناس اكثر بان مدينه فاس هي ايضا مدينه للمواهب بحالك بحال اي شاب كيطمح باغي يوصل الصوت يعني باغي يوصل الصوت ديالو للناس لذلك يعني راه مدينه فاس ايضا راه فيها اصوات رائعه ما فيهاش الاجرام فقط فيها يعني فيها الثقافه فيها ثقافه ثقافه علميه مدينه علميه وسط ظل مدينه عاصمه علميه ان شاء الله ان شاء الله. عرفنا مؤخرا انك شاركتي في مهرجان في الخارج تحدث لنا على التجربه هذه. اولا هذه جوج ديال المرات لان مشيت المره الاولى تتح لي واحد تمثيل المغرب في مؤتمر دولي تحت شعار المؤتمر هو علاقه الطب بالادب. ما شاء الله علاقه الطب بالادب هما اطباء وكيديروا في نفس الوقت هما فنانين شعراء وادباء وباش هما كيداويو المرضى كاين بالشعر كاين بالقصة يعني طريقة فنية كاين حتى بحكاية. نعم حكاية بقيت ما شاء الله عليهم من كل دول الخليج وخاصة بريطانيا وأمريكا لأنهم يعني جاوا الخليج ومن حتى من الدول الإفريقية يعني من المغرب ويكفي أن يعني الحمد لله دول الخليج ودول العربية كاملة كتعترف أصوات مغربية وكتبغي أنها تساعدهم وكنتمناو كذلك أن حتى البلد المغرب يعني يساعد المواهب عندهم حقهم في الساحة الفنية يعني كاينين أيضا فنان يعني فنانة شباب مثقفين اصوات رائعه يعني عندهم يعني مشاريع فنيه عندهم يقولوا دونك كنتمنى ان شاء الله حتى في المغرب والمغاربه اللي يحتضنوا اصوات بحال الصوت ديالك. سمحي لي انا عند المشاركه اللي شاركت فيها تحت اشراف الدكتوره اللي كنوجه لها هذا المنبر الدكتوره الاديبه الكويتيه هيفاء السنعوسي عضو هيئه التدريس بجامعه الكويت وايضا مؤسسه لجمعيه اللي سميتها في مدينه تطوان حمامه البيضاء جمعيه منير الحمد الثقافيه ما شاء الله هي اللي استضفتني ولبات لي الدعوه باش انا تحيه كذلك لان في هذا المؤتمر لان تمثلت المغرب كباحث
أندلسي كباحث أندلسي وكذلك منشد، لأن درت الواحد مشاركت بمقطوعات غنائية إنشادية من كلماتها، بحال مثلا الطب فن. نعم نقول واحد مقطع صغير. أها تفضل. مرحبا. الطب فن، الطب فن، مهارة اتصال وقصة وحوار، عناق القلوب صغار وكبار، عناق القلوب صغار وكبار. توا من المقاطع الثلاثة اللي شاركت فيهم. نعم. والمرة الثانية شاركنا أب كمنشد، كمنشد بنا مشينا منشدين وحكائيين، ومشينا كذلك مسرحيين، لأن هذا الملحمة اللي درنا ملحمة كتسمى. نعم. ملحمة يعني كتهضر على إيش؟ على لسان الدين بن الخطيب في مدينة فاس. نعم ما شاء الله عليك. لسان الدين بن الخطيب من السيناريو ديالها، السيناريو كتابة ديال الدكتورة هيفاء السنعوسي. نعم سي عبد الرافع بنونا، بغيت نسولك واحد السؤال. يعني الكثير من الأشخاص كيديروا الفن كان كيديروا هواية، كمهنة. نعم انت يعني كتديروا هواية ولا مهنة؟ لا أنا بجوج. أنا بجوج. أنا عارفين لك أنك حاصلة إجازة ديال في الدراسات الإسلامية. دراسات الإسلامية. يعني ما عندكش شي عمل تاني من غير الفن؟ لا ما عندي من غيره. يعني فضلتي الفن على الإجازة ديالك. برافو عليك. واخا تسمعنا شي حاجه قبل ما تسمعنا، غنقول للمشاهدين الكرام كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم للبرنامج شخصيات اليوم، وكنتمنوا نكونوا عند حسن ظن جميع المشاهدين. انتظرونا ان شاء الله في حلقه ثانيه مع شخصيه ثانيه. في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني في ياش
عشاني يا مني نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا عبد ربي له قدرة يهون بها كل امر عسير فان كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير انا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله انا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواء قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله.